كنت بقول امبارح انت لسه بتتكلم على فن اداره الازمه، وانا امبارح لما طلع البيان وكان معايا فارس واسامه فقالوا هذا بيان اعتذار، قلت لهم لا ده مش اعتذار. فالنهارده الان يصدر نادي الزمالك بيان اعتذار، وهنا انت بتبدا تحلحل الازمه لانه ده كان مهم وكان مطلوب. كيف تدير ازمه بمنتهى الامانه؟ يعني يؤكد مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب وجميع اعضاء مجلس الاداره على احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه قياده وشعبا وجميع اجهزتها، كما يؤكد مجلس الاداره على احترامه للقضاء بدوله الامارات العربيه الشقيقه دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه واحترامه لجميع قراراته واحكامه، يؤكد ثقته التامه به. كما يعرب مجلس اداره الزمالك عن اسفه الشديد واعتذاره عما وقع من اخطاء غير مقصوده من اي فرد من افراد بعثه الفريق، واننا نكن لدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه كل الحب والاحترام، لا سيما وان جميع اجهزه الدوله في الامارات الشقيقه لم تدخر جهدا لتسهيل وتيسير عمل البعثه، وان اعضاء البعثه بالكامل يتم التعامل معهم بكامل الاحترام والحياديه، وان جميع اجهزه الدوله من تاريخ وصول بعثه الفريق الى دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه وهم يتلقون معامله راقيه من كافة الأجهزة المعنية وتذليل كافة العقبات، ولم تواجه البعثة سوى الحب والتقدير والاحترام من جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويؤكد نادي الزمالك ومجلس إدارته أنه وانطلاقا من أواصر المحبة والاحترام والتقدير الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا واحتراما لتعهداتها، يؤكدون على خوضهم المباراة النهائية لكأس السوبر المصري احتراما وتقديرا للجهود وتصميما منهم على انجاح هذه النسخه من البطوله تحت رعايه مجلس ابو ظبي الرياضي. ويؤكد مجلس اداره نادي مجلس اداره نادي الزمالك على ان دوله الامارات واجهزتها المعنيه قاموا على تنظيم البطوله الحاليه والبطولات السابقه باقصى درجات الاحترافيه مطابقه للمعايير الدوليه من الناحيه التنظيميه وجوده الملاعب وحسن وكرم الضيافه والتي ليست بغريبه عن دوله الامارات. وفي ذات السياق ينفي مجلس اداره نادي الزمالك رئيسا واعضاء أنهم قد أدلوا بأي تصريحات أو بيانات من التي تناقلتها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي تصريح نسب لرئيس مجلس إدارة النادي أو أي عضو من أعضاء المجلس هو أبعد ما يكون على الحقيقة ولا يمثل نادي الزمالك ولا يعبر إلا عن وجهة نظر محرره فقط. كما يؤكد المجلس على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة لردع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة. هذا بيان واضح، ده بيان واضح خلاص كده، ده بيان تمام وكان لازم يصدر منذ اليوم الأول. وعايز أقول نقطة، أنا مش هتكسب في الحاجات دي، البلبلة أو جزء من البلبلة حدث بسبب تصريح مش نسب، أكد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أيوه أنا قلت، ورجع تاني امبارح قال لك وأنا ممكن أكتب الكلام ده بعيداً عن مجلس إدارة نادي الزمالك. هذا الكلام كان واضح جداً امبارح، وبالتالي ما هو مش جزر منعزلة، لأنه المجلس بيقول لك إحنا ما يعني مالناش علاقة، ده خاص بمحرره، محرره هو المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، محرره مش عضو في النادي ولا موظف في النادي والمتحدث الرسمي. والراجل طلع قال يا جماعه انا ده بالتنسيق وانا مش عبيط ان انا قال كده، مش عبيط ان انا اطلع اعمل بيان من نفسي. ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي. فالزمالك جه، وانا بقول لك انه هذا البيان هيساعد ويساهم بشكل كبير في انهاء الازمه. لانه انت كمان ما ينفعش تتعدى عليا وفي الاخر حتى ما تقوليش معلش او ما تعتذرليش. واضح الناس كانوا مصممين على اعتذار، وعلى اعتذار واضح جدا جدا، وهذا ما حدث اخيرا. يعني اتمنى ان يكون هذا البيان هو الفصل الاخير في هذه الازمه ونخلص بقى منها، وان كل واحد يكون عارف حدود منصبه ومركزه هو بيتكلم. ممكن نقول راينا في قضيه مش عارف مين بتاع ايه حاجات ايه لعيب ايه حدوته ايه، كل ده مقبول، لعيب اتطرد لعيب ما اتطردش حكم ظلمنا ماشي اوكي، واحنا طبعا هنا مقفورين قوي بسم الله ما شاء الله، لكن في المناطق دي وفي النقاط دي يبقى ناخد بالنا. يعني انا بعتقد انه هذا البيان صيغه بعنايه شديده جدا، واللي كتبه يعني كيس فطن، وده اللي انا قلت امبارح لابد ان تكون كيس فطن فاتكتب الحقيقه. وانا اعتقد انه واحد قانوني محترم، وحط تحت محترم دي 1000 خط،
هو اللي كتب هذا البيان. وأعتقد كده بدأنا ندخل في انفراجة كبيرة جدا في هذا الأمر.